قرروا إنعاش قطاع المناجم باستغلال منجمي غارج بلات للحديد بتندوف وواد أمزور للزنك ببجاية، الذي أمر بشروع فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعتبر أهم قرار لإنعاش الاقتصاد الوطني، إذ يرى الخبراء بأن الحديد والزنك أهم مادتين في العالم حالياً، مما يجعل الجزائر قبلة لاستيراد هاتين المادتين، خاصة وأن الجزائر تملك خزانا معتبرا منهما. نجد بأن منجمي غارج بلات ومشري عبد العزيز بالجنوب الغربي الجزائري أنهم يحتويان حسب التقديرات الحالية على 2% من الاحتياط العالمي المؤكد والقابل للاستغلال، وهذا وهاته معطيات هامة وهامة جدا تجعل منجم غارج بلات ومشري عبد العزيز من أهم الاحتياطات العالمية لمادة الحديد. كذلك لما نستحضر معطيات منجم واد أميزور، فالتقديرات تقول بأن هذا الواد وهذا المنجم يحتوي على 68 مليون طن من مادة الزنك، أي تقريبا 5 أضعاف على الطلب العالمي من هذه المادة. على غرار مادتي الحديد والزنك، الجزائر تزخر بمناجم أخرى وخيارات معدنية كبيرة قد تجعل منها قوة اقتصادية وطاقوية إن تم استغلالها بالشكل الصحيح. لدي الآن تقديرات بأن الأهوغار يحتوي على 250 ألف طن من هذه المادة. التقديرات التي نحوزها أن الجزائر تحوز على ثاني احتياط عالمي من مادة الهيليوم، وهي موجودة في مكان من الهيدروكربونات. كذلك نتحدث عن الفوسفات، الجزائر تحوز على ثالث احتياط عالمي من مادة الفوسفات. كان أن يكون لديها مورد هام جدا من مادة الليثيوم، خاصة أن المحتوى الذي تم الكشف عنه واكتشافه في منطقة الهوغار أنها تؤكد بأنها من أجود المكامن العالمية. أكبر مناجم الحديد بالعالم، وهو ما أوردته الدراسات المنتهية حديثا، هو بناء على ما جاء بها من نتائج إيجابية تشرع الحكومة في أولى الخطوات نحو الاستغلال الفعلي لهذا القطب. قرار السيد رئيس الجمهورية بالدخول في استغلال منجم غارج بلات هو قرار أولا مهم ومهم جدا، أولا للمنطقة من ناحية الاقتصادية، وثانيا للوطن المستوى الوطني حسب يعني الدراسات الأولية يروح حتى 3 ملايير طن رايحين، نعرفوا أنه راح يلعب دور كبير ويساهم في الاقتصاد الوطني. المنجم بعده الاستراتيجي سيساهم في دفع الصيانة المعدنية للبلاد وتحقيق تنمية شاملة بالمنطقة، مما سيوفر آلاف مناصب الشغل. استغلال منجم غارج بلات الذي طال الوقت في استغلاله، بطبيعة الحال سيكون له الأثر الكبير على ساكنة سندوف من ناحية الفرص اللي راح تكون إن شاء الله مرافقة لهذا. منجم غارج بلات بولاية تندوف سيؤهل الجزائر إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا في مجال صناعة الحديد والصلب. بعد أن تم تحليله على مستوى المخابر، 3000 طن من حديد غارج بلات يوجه إلى الصين كعينة تجريبية بالمصانع لتحديد نتائج دراسات الجدوى. أما التوجه لمرحلة الاستغلال الفعلي لابد له أن يمر عبر إطار شراكة أجنبية نوعية. تحديد الطريقة المثلى لاستغلال منجم غارج بلات يتطلب مرافقة اللوجستيك الخاص بالمشروع والأولوية تشييد سكة حديدية تضمن المردودية الاقتصادية للحديد المستخرج. هذه آخر أشغال الحفر والتنقيب عن خام الحديد في الموقع الغربي لغارج بلات، واحد من 3 مواقع حاضنة لمنجم ضخم لمعدن الحديد على مساحة منجمية تقارب 40,000 هكتار.
العمل شاق وجد، وعلى مدار الساعة وقف عليه وفد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في إطار تعليمات الوزارة الوصية لمرافقة ومتابعة الأشغال عن قرب. الورشة هذه بدينا لو 26 سبتمبر 2016، حتى حاليا رانا خادمين 4500 كيلك. الحفر حتى 68 متر، ترو تاع 40 متر 50 متر قاعدوا فيها بيبري يومين. هذا مكان، هذا مكان ونديبلاسيو نحولوا لترو واحد اخر. الفراج كاين دي نورم اريسبكتي بار الفورور، بعد من بعد اون فوا ريكوبيري لا كاروت نديروا لا ميزون كاس، تسمى في لي كاس هذوما في الصناديق هذوما لا ميزون كاس تكون بطريقه منظمه ومدروسة. يتراوح سبك الاستغلال حسب الدراسة الجيولوجية لكل موقع، بل هنا في الموقع الغربي للمنجم لا يحتاج الأمر لأشغال الحفر لأن خام الحديد نائم على السطح، فيما يبقى الانشغال في مسألتين اثنتين: كمية الفوسفور المرتفعة نسبيا في بعض المواقع وحجم المياه التي يخزنها باطن الأرض. On a réalisé à peu près 300 forages. في المنطقة كلها دو ديفيرون ايبيسور كي فاري اونتر 15 متر حتى 60 متر. نسبة الفوسفور اللي هي 0.8% اللي نسعى الى تخفيض منه حتى نوصل الى المعايير المطلوبة دوليا اللي هي 0.2 ماكسيموم. بالطبع تكون نوعية الحديد جيدة، وهذه يعني راح يتابعوه مكاتب دراسات عالمية حسب المياه الموجودة اللي باش نحدوا واش من وحدات نديروها في المنطقة تاع غرج بيلات. قد ما كاين تسهيلات في المياه قد ما نديروا إن شاء الله كل مشروع يكون لهنا. المرحلة وتبحث في الجدوى الاقتصادية المعمقة للمشروع من حيث التكلفة، الإنجاز، الإنتاج، الهياكل القاعدية والتشغيل. هو مشروع استراتيجي هام وراح يخلق حوالي 5000 شغل منصب شغل مباشر. بالإضافة إلى ذلك هناك مرافق أخرى مرتبطة بهذا المشروع، وهي خاصة السكة الحديدية التي ستربط ولاية تندوف بباقي الوطن، وعلى هذا الأساس رايح تعطي أفضلية لهذه الولاية من حيث جلب المستثمرين الذين طبعا سيستفيدون من هذا الإنجاز، وتسمح هذه الولاية أيضا أنهم يتفتح على افريقيا من خلال بوابة موريتانيا. كاين شباب اللي عندها ديبلوم راه مريحين في لي جيولوجي بزاف صوالح، كاين ان شاء الله باذن ربي غادي يوفر لنا بزاف، غادي يفتح بزاف صوالح، غادي يجيو شركات اخرين كاع غيره هو ان شاء الله على جرته هو ان شاء الله. بعد 66 سنه من اكتشاف حقل غار جبيلات، ما زال استغلال اكبر منجم للحديد بالعالم مجرد حلم لم يتحقق. اخفقت خلال هذه الفتره كل المساعي لتحديد دراسات الجدوى، فهل سينجح الصينيون فيما فشل فيه الفرنسيون والكنديون؟